السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع طلاب الصف الثالث المتوسط سوبر جول 5. بنكمل دروس الإكسبنشن على يونتس 1 و 2 و 3. هناخد الدرس الثالث الريدنج على الووتر، ووتر فور لايف. تمام، إن شاء الله في الدرس النهاردة هنتعلم إزاي إن إحنا نطلع أسئلة ونجاوب على أسئلة الإيه قطعة الفهم، وطبعا هنترجم القطع، هنقراها مع بعض ونوضحها ونترجمها ونتعلم ازاي ان احنا نجاوب اسئله عليها، بحيث لو جات لي في الامتحان في الاختبار اعرف ازاي ان انا اجاوب على اسئله القطعه بالتفصيل. نبتدي مع بعض. طبعا هنا reading بيقول لي before reading look at the photos. look at the photos what do you think the text is about. look at the photos انظر الى الصور. What do you think the text is about؟ ماذا تعتقد النص عن إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ Number two. What do you know about؟ What do you know about the different ways of conserving water and providing fresh water؟ What do you know about؟ ماذا تعرف عن the different ways الطرق المختلفة of conserving water للحفاظ على المياه and providing fresh water وتوفير مياه كافية. طيب نبدأ النص. بيقول لي water for life المياه الحياة. Imagine going to get a drink of water and discovering that the faucet is dry. يعني تخيل، imagine going to get a drink of water. تخيل انك رحت تجيب مشروب من الماء، تحضر كأس من الماء and discovering that اكتشفت ان the faucet is dry. حنفية الماء او صنوبر الماء dry، جاف، ما فيش مياه. or jumping into the shower. أو قفزت عشان تاخد شاور to cool off، عشان تبرد نفسك، تبرد جسمك. on a steamy hot day. on a steamy hot day في يوم حار، في يوم شديد الحرارة. and discovering that واكتشفت ان there is no water، مفيش ماء. تخيل معايا، most of us simply take water for granted. mostly of us، معظمنا أو الكثير مننا take water for granted، اللي بيحصل على المياه for granted كهبة، يعني مجانا بدون فلوس. we think there is plenty of it، بنعتقد ان في الكثير من المياه، ان المياه كتير. we think there is a plenty of it in oceans، في المحيطات، lakes، rivers. in oceans في المحيطات، in lakes في البحيرات، in rivers في الانهار، and streams ومجاري المياه. but this is not the case، ولكن هذا ليس الايه، ليس القضية. The water we are using now, the water we are using now is very, is the very same water that is the dinosaurs used millions of years ago. بقول لي هنا the water we are using now، المياه التي نستخدمها الآن is the very same، هي نفسها بالضبط، water نفس كمية المياه that the dinosaurs used، اللي كان بيستخدمها الديناصورز، يعني عصور الديناصورات من قديم الأزل. millions of years ago، من ملايين السنين، يعني نفس كمية المياه العذبة هي نفس كمية المياه، لم تتغير. It's simply recycled، اللي بيحصل لها انها بيحصل لها عملية recycling، يعني إعادة تدوير. دورة المياه في الطبيعة، طبعا الكلام ده في العلوم بنعرفه. It's simply recycled over and over again، مرات ومرات كثيرة. طيب there will never be any more water on earth than there is now. there will never be، سوف لا يكون any more water، أي مزيد من المياه on earth على الأرض than there is now، أكثر من الموجود الآن. طيب الجزئية الثانية، most of the water on the planet، most of the water on the planet، معظم المياه اللي على الأرض اللي هي 97%، 97% السولت، بتكون مالحة، السولت water، stored in oceans، دي موجودة متخزنة فين؟ في الأوشنز، في المحيطات. the remaining 3%، والكمية المتبقية اللي هي نسبتها كام؟ 3%، 3% is fresh water، هي مياه عذبة صالحة للشرب. and most of that is locked up، ومعظم المياه دي كمان مش متاحة لينا، غير متوفرة، لأنها locked up، مقفل عليها، مغلق عليها، in ice caps، في المناطق الثلجية، ice إيه؟ caps and glaciers، والجبال، glaciers، جبال الثلج، الجبال الجليدية، أو القمم الجبال الإيه؟ الجلدية، الثلجية. يبقى 3% من المياه اللي هي العذبة أصلا غير متاحة لينا، معظمها موجودة فين؟ في المناطق الثلجية المتجمدة. In fact، في الحقيقة، less than 1%، أقل من 1% of
The planet's water من مياه الأرض is usable هي المستخدمة هي الفريش ووتر. يبقى 3% واحد بس منها اللي احنا بنقدر نستخدمه في الشرب وفي ري النباتات والحيوانات وإلى ذلك ونستخدمه الأدم. طيب It's alarming وده يعتبر جرس إنذار. It's alarming that at the projected rate في المعدل المنظم هذا of population growth من نمو السكان معدل نمو السكان طبعا معدل النمو بيزيد سنة عن سنة of population growth humanity البشرية will use up هتستهلك more than 70% of all accessible fresh water by 2025 على 2025 يعني على وصول 2025 هنكون استهلكنا أكثر من 70% من كمية المياه العذبة الموجودة على سطح الأرض. اوكي طبعا ده هيجي لنا في الأسئلة. تمام طيب water is essential يعني هامة أو ضرورية. water is essential to people in more ways المياه هامة للناس in more ways بطرق في طرق مختلفة than we might think أكتر مما نتخيل. تمام لو أنا لو حد سألك أهمية المياه أنت هتقول مثلا مجموعة أشياء ولكن في أشياء تانية ممكن نكون غفلانين عنها. تمام we need water for cooking للطهي bathing الاستحمام transportation في المواصلات transportation في المواصلات and recreation عمليات اللي الاستجمام او الترفيه we eat aquatic plants and fish we eat aquatic plants and fish احنا بناكل aquatic plants اللي هي النباتات المائيه والفيش طبعا اسماك مائيه دي كلها حاجات تعتمد على الايه على الووتر كلمه aquatic okay we use water to irrigate our crops we use water بنحتاج المياه to irrigate علشان نروي ونزرع our crops المحاصيل to produce hydroelectric power to produce عشان ننتج منها الهيدروالكتريك باور طبعا الطاقة الكهرومائية اللي بننتجها من المياه طاقة كهربائية من الماء hydroelectric power and to manufacture products and to manufacture products لتصنيع البرودكتس المنتجات water is indispensable for human health water is indispensable يعني لا غنى عنها لا يستطيع حد أن يستغنى عنها. Water is indispensable for human health and well-being. يبقى إذن المياه لا غنى عنها ليه؟ Human health صحة الإنسان and human well-being رفاهية الإنسان. People can live for 2 months without food. يستطيع الإنسان هو يعيش بدون أكل لمدة شهرين. Without food for 2 months. But will die in less than a week. ولكن يمكنه أن يموت without water في أقل من أسبوع in less than a week في أقل من أسبوع without water اللي يحصل له will die ممكن يموت في أقل من أسبوع ولكن يستطيع أن يستغنى عن الطعام لمدة أكثر من كام من شهرين. طيب الجزء الثاني من قطعة الريدينج one of the greatest challenges تحديات واحدة من أكبر التحديات facing the world التي تواجه العالم in the 21st century في القرن الواحد وعشرين is to preserve our natural reserves and to provide safe drinking water to the 20% or more of Earth's population that currently lacks easy access to it. نترجم الجزء. بقول one of the greatest challenges واحد من التحديات الكبيرة facing the world التي تواجه العالم in the 21st century في القرن الواحد وعشرين. ايه هي بقى الحاجات ان هو بريزيرف ان احنا نحمي ونحفظ اور ناتشرال ريزيرفز ان احنا نحافظ على اور ناتشرال ريزيرفز يعني محمياتنا الطبيعيه او احتياطاتنا الطبيعيه ريزيرفز يعني احتياطات وناتشرال طبيعي يبقى ناتشرال ريزيرفز الاحتياطات الطبيعيه اند تو بروفايد نوفر سيف درينكينج ووتر سيف درينكينج ووتر مياه شرب امنه تو ذا 20% لل 20% or more او اكثر of Earth's population من سكان العالم that currently والتي حديثا او في الوقت الحالي lacks يعني تعجز الى لا تستطيع ان هي easy access to it تصل اليها يبقى حتى يعني لا نستطيع ان هم يوصلوا لنسبة المياه دي خلاص طيب the United Nations General Assembly
The United Nation Nation General Assembly يعني الجمعية العمومية للأمم المتحدة proclaimed أعلنت the years of from أعلنت إن السنوات من 2005 to 2015 as the International Decade for Action. The International Decade for Action يعني decade يعني عقد العقد الدولي للإيه للعمل من أجل Water for Life المياه من أجل الحياة. طيب one of the solutions أحد بقى الحلول ناخد باراجراف تاني فقرة تانية one of the solutions to the problem واحد طبعا الحلول للمشكلة of water conservation الحفاظ على الماء حل تاني طبعا is to recycle wastewater إعادة تدوير للwastewater طبعا wastewater اللي هي مياه الايه مياه الفضلات او المجاري خلاص مخلفات الانسان وغيره نعمل لها ريسايكل إعادة تدوير. طيب ستينساند فوك كوليدج كلية ستينساند فوك أو جامعة ستينساند فوك نير سكوت هولم بالقرب من سكوت هولم وسويدن في السودان فور اكزامبل عملت ايه بقى؟ is putting a waste water to good use بدأت ان هي تضع الويست ووتر مياه المجاري هذه to good use لايه؟ لاستخدام جيد استفاد منها وهنشوف كيف طبعا نخلي بالنا من الجزء ده عشان ده جزء في الاسئله ذا سكول تريتس المدرسه هذه او الكليه هذه تريتس بتعالج ذا ويست ووتر بتعالج الويست ووتر مياه الايه المجاري ان جرين هاوس في جرين هاوس الجرين هاوس اللي هو الصوب الزجاجيه مثل اللي احنا شايفينها قدامنا في الصوره جرين هاوس وير ات از ذن يوزد تو بروفايد ووتر تو بلانتس اند فيش حيث انها تستخدم لايه بروفايد ووتر توفير المياه للبلانتس النباتات and fish والأسماك in an integrated cultivation system في نظام cultivation نظام زراعي متكامل in an integrated cultivation system في نظام زراعي متكامل in Lima بيرو في ليما وبيرو bones full of algae and other small organisms clean up the wastewater Okay. طيب في ليما وبيرو بونس البرك okay. full of ممتلئ بالالجي اللي هي الايه الطحالب and other small organisms وبعض الايه الكائنات الاخرى الصغيره تستخدم ان هي كلين اب تنظف لنا الووتر ويست كلين اب تنظف الووتر ويست هي دي اللي بتكون بعمليه تنظيف لمياه المجاري من خلال الايه قلنا تاني الالجي اللي هي الايه الطحالب وسمول organisms وكائنات أو طحالب صغيرة أخرى. طيب after 20 days بعد 20 يوم it's safe for use أصبحت آمنة للاستخدام. currently حديثا أو في الأيام الحالية many factories العديد من المصانع hotel chains سلاسل الفنادق and apartment buildings والمباني السكنية around the world حول العالم are installing water recycling systems بدأت إن هي تركب عندها أنظمة إعادة تدوير للمياه. فين قلنا في المصانع والهوتلز الفنادق والابارتمنت بيلدنجز المباني السكنيه طيب وي اول نيد تو بي بارت اوف ذا سوليوشن طبعا بنختتم بقى القطعه في الريدنج ان احنا وي اول نيد ان احنا كلنا في حاجه ان احنا نكون بارت جزء اوف ذا سوليوشن من الحل تو ايضا وي نيد تو ليرن هاو تو يوز اور ووتر وي نيد تو ليرن محتاجين ان احنا نتعلم هاو تو ليرن ليرن هاو تو يوز اور ووتر كيف نستخدم المياه وايزلي بحكمه سو The next time المرة القادمة you have to drink أن تشرب في المرة تاني المرة القادمة أن تشرب or take a shower تاخد شاور think of فكر فيها fortunate you are كيف أنك محظوظ أن أنت عندك مياه and save water for life وحافظ على المياه الحياة نبتدي بقى كده خلصنا جزء reading ننتقل إلى جزء الأسئلة عليها طبعا دي أسئلة سهلة why do many people take water for granted ليه الناس بتاخد مياه for granted يعني كمنحة او بدون ما يشتروها طبعا it's easy available لانها بتكون متاحة عندهم how much of the water on our planet is fresh water كم كمية المياه اللي هي fresh water طبعا a small amount كمية قليلة جدا how long can a human beings live without water يقدر الناس يعيشوا قد ايه من غير المياه طبعا
less than one week أقل من أسبوع. السؤال الرابع: What is one of the world's greatest challenges؟ واحد من أكبر التحديات في الـ 21st century، القرن الـ 21 طبعًا، أكبر التحديات إن إحنا to provide fresh water، إن إحنا نوفر fresh water مياه عذبة. طيب number 5: What do people use to clean up wastewater in Peru؟ الناس بيستخدموا عشان يعملوا clean up، ينظفوا الـ wastewater المياه المجاري طبعًا، بيستخدموا الألجي اللي هي طبعًا اللي هي الطحالب. ننتقل للسؤال الثاني. Answer true or false. Number one, there is more fresh water today. يوجد المياه عذبة كثير اليوم on earth على الأرض than at the time of dinosaurs. هل كمية المياه العذبة الموجودة حاليا على الأرض أكثر من موجودة في عصر الديناصور؟ طبعا الإجابة دي خطأ. كمية المياه طبعا إيه؟ قلت. هنشوف الكلام ده من القطع. هنروح على القطع بالظبط، هنلاقي طبعا there is the same amount of fresh water، نفس كمية المياه موجودة on earth today as at the time of the dinosaurs. طبعا ده بسبب عملية سركلة المياه، عملية دوران الايه المياه. الكلام ده موجود في القطع عند، لو قريته كده على كمية المياه بيقول لي هنا ايه، هنلاقي عندنا بيتكلم على كمية المياه. The water we are using now the very same water، هي نفس كمية المياه that the dinosaurs used، اللي الديناصور استخدموها millions of years ago، من ملايين السنين. هو السطر اللي قبل الاخير ده هو ده الاجابه. اوكي الاجابه تحت عندي there is the same amount of fresh water on earth today as at the time of the dinosaurs. كده انا اتعلمت ان انا اطلع الاجابه من القطع. ناخد السؤال الثاني، بيقول لي باي 2025 على 2025 we will use up، هنستهلك 1% of all existing fresh water، هنستخدم 1% من الفريش ووتر. طبعا لا مش 1%، لو احنا فاكرين من القطع قلنا هنستهلك كام، 70%. والكلام ده موجود في اخر سطر عندي، اخر سطر طبعا ده من القطعه، اخر سطر بيقول لي humanity will use up، هتستهلك more than 70%، اكتر من 70% of all accessible fresh water by 2025. طبعا انا عاوز اطلع الاجابه من القطعه، وبيسالني على 2025، هدور في القطعه على المكان اللي فيه 2025. انتقل الى السؤال الثاني، طب بعد الاجابه طبعا باي 2025 وي ويل يوز اب، هنستهلك 70% اوف ايرثز اي فريش ووتر، هنستهلك 70% من المياه الايه العذبه. انتقل للسؤال الثالث، ات ليست على الاقل 1/5 يعني خمس اوف ذا وورلدز بوبوليشن، خمس سكان العالم، does not have easy access to safe drinking water، خمس سكان العالم ليس لديهم الايه الايزي اكسس، الاكسس يعني حق الاستخدام او الدخول لسيف درينكينج ووتر، مياه الشرب الصالحه. اوكي 50% يعني 5%، خمس الخمس اللي هو 20%، خمس اللي هو كام 20%. طبعا الكلام ده موجود في القطعه، لو قلنا مقطع كده بيقول لي one of the greatest challenges facing the world in the 21st century is to preserve our natural reserves and to provide safe drinking water to the 20%، ان احنا نوفر الكلام ده لكام، لل 20% or more، لل 20%، ال 20% اللي هي الخمس، or more of earth's population او اكثر. طبعا الاجابه صحيحه، بس بنوضح لك مكانها فين، ان هو بيتكلم ان احنا مش قادرين نوفرها ل 20% من سكان الايه العالم. يعني اذا 20% دولي ليس لديهم حق الايه الحصول على المياه العذبه، يبقى لازم يشتريها. يبقى the main goal of water for life is to recycle waste water، طبعا مش هدفنا الاساسي الwater for life ان احنا نعمل recycle للwaste ايه waste water for life، لان يعتبر one of the solution to the problem، هو واحد من الحلول للمشكله ان احنا طبعا نعمل ايه recycle. ولكن الهدف الاساسي هو the main goal of water for life is to preserve، ان احنا نوفر our natural reserves، او نحمي our natural reserves اللي هي احتياطاتنا الطبيعية، and provide safe drinking water، ونوفر provide safe drinking water for people who don't have it، للناس التي لا تحصل ايه عليها. انتقل للسؤال الخامس، بيقول لي at the Stensund Folk College Sweden fish live in recycled water، بيقول لي السمك بيعيش في recycled water. طبعا الاجابه ده ترو صحيح، طبعا الكلام ده في القطعه موجود عند لما كان بيتكلم عليها، لو خدت بالي هنا اخر جزئيه عندي
بيقول طبعا هنا طبعا then use the two بيقول provide water to plants وفر مياه to plants للنباتات and fish وفر مياه للنباتات والاسماك in an integrated cultivation system طبعا في نظام ايه زراعي متكامل نظام زراعي متكامل ان هم بدأوا ان هم يحولوا يعملوا ريسايكل هنا ريسايكل للايه للووتر ويست من خلال الالجي الطحالب لما حطوا فيها طحالب وحولت المياه مياه الصرف الى مياه ايه الى مياه عذبه صالحه للشرب ننتقل الى السؤال التالي discussion water is essential طبعا اخر سؤال معانا ده water is essential for life المياه مهمه للحياه discuss ناقش the different ways الطرق المختلفه that humans depend on الناس بتعتمد عليها water every day طيب نشوف كده الاجابات طبعا المياه هام جدا للحياه اجابه السؤال بيقول لي people depend on water for many reasons اسباب كتيره they need it to drink to wash to irrigate plants and animals وطبعا في حاجات كتيره جدا موجوده في القطعه السؤال الثاني what will happen to a community what will happen to a community ايه اللي ممكن يحصل لمجتمع if its water becomes contaminated لو المياه اصبحت contaminated يعني ملوثه ماذا يحدث للبلد عندما يصبح الماء ملوث؟ ايه اللي بيحصل له؟ طبعا هيكون في مشكله، هيبتدي ان هو يشتري المياه. They can't use their water for life. So they have to buy water. عليهم ان هم يشتروا المياه. They cannot grow plants. هيبقى صعب ان هو يزرع عنده نباتات. Or keep animals او يربي حيوانات. There will be a lot of problems. هيكون في مشاكل كتير عنده. السؤال الثالث. What do you know about? What do you know about? The different ways of conserving and providing fresh water. ماذا تعرف عن الطرق المختلفة للحفاظ على الايه المياه؟ طبعا the authorities should put rules. الحكومات مفروض تضع rules to prevent water from polluting their water من تلوث الايه المياه. طبعا في طرق كتيرة اللي هي تحويل الايه المياه recycling water من خلال استخدام الالجي اللي هي التحول. ننتقل الى الجزئية التالية السؤال التالي. Explain units 1 and 2 3 برضو القطعة الترويج الثانية chant long chant long طبعا هنا نتكلم على دي عبارة عن chant يعني زي أغنية كده song what have they done to you what have they done to you ماذا فعلوا بك parrot parrot what have they done to you طبعا هنا بيعمل أول حاجة نتكلم على parrot بقول له parrot parrot what have they done to you parrot parrot what have they done to you ماذا فعلوا بك They put you in a cage. They put you in a cage and made you talk. They put you in a cage. طبعا وضعوا البارد في كيج في قفص and made you talk وجعلوك تتكلم. They cut your wings and made you walk. They cut your wings. قطعوا أجنحتك and made you walk وجعلوك إيه تمشي بدل الطيران. Look what they have done to you. انظر ماذا فعلوا بك. Just look what they have done to you. طبعا كل دي اختراقات وانتهاكات للايه للنيتشر للطبيعه طيب نكمل مع بعض ريفر ريفر what have they done to you ريفر ريفر what have they done to you طبعا المره دي بخاطب الريفر النهر what have they done to you ماذا فعلوا بك your crystal waters مياهك الماسيه الالموزيه your crystal waters no longer flow لم تعد تتدفق The fish and the lilies no longer grow. The fish, الأسماك, and the lilies, طبعا lilies اللي هو نبات اللي الليلي نبات بينمو فيه المياه, no longer grow, لم يعد ينمو. Look what they have done to you. انظر ماذا فعلوا بك. Just look what have they done to you. Forest, forest. المرة دي بنادي على الفورست الغابات. Forest, forest. What have they done to you? ماذا فعلوا بك? Forest, forest. What have they done to you? They cut your trunks and they cut your branches. They cut your trunks. قطعوا الترنك اللي هو الجزء. And they cut your branches وقطعوا الفروع. They said they needed you for branches. They said they needed you for branches. They said يقولون يعني سبب ان هم بقطعوا الاشجار. They needed you بيحتاجوا الاشجار هذه for branches ان هم يعني حولوا الارض الى ranches. Ranches اللي هي فارمز مزارع الارض الزراعيه. Okay. Look what they have done to you. Look what they have done to you. Just look what they have done to you. فقط انظر ماذا فعلوا بك. طيب. But we can save the birds and bees. But we can save
the birds and the bees. ولكن نستطيع ان احنا نحمي سيف نحمي البيردز الطيور والبيز والنحل. Mountains, rivers, flowers and trees. Mountains الجبال, rivers الانهار, flowers الزهور وtrees الاشجار. It's a problem that we all must face. It's a problem that we all must face. طبعا مشكلة علينا جميعا ان نحلها. If we all just do our share. لو كلنا شاركنا. If we all just do our share. Save the water, clean the air. Save the water, clean the air. Save the water يعني احمي المية, clean the air, نظف الهواء. We can make the world a better place. We can make the world a better place. We can make the world a better place. نستطيع أن نجعل العالم مكان أفضل. كده خلصنا قطعة reading للشانت الأغنية. ننتقل إلى جزء الأسئلة عليها. Vocabulary. Find words in the song that mean. كلمات ال kind of farm. نوع من الفارم اللي هو طبعا forest الغابة. فارم كلمة بمعنى move like water in river a kind of flower a kind of insect. هنجيب الانسر دلوقتي. طبعا في عندنا ranch اللي هو kind of farm في ranch. move like water in river اللي هي flow يتدفق. number 2 3 a kind of flower نوع من الفلاور اللي هو ايه نباتات الليلي. طبعا ده نبات بينمو في البحار. kind of insect نوع من الحشرات اللي هو الايه البيز. ننتقل للجزئيه اللي بعديها السؤال اللي بعديها. comprehension طبعا answer the questions about the song. what happened to the parrot اللي حصل للباروت. is the water in the river clean هل المياه اللي في الريفر clean نظيفه. do fish live in the water now هل الاسماك تعيش في المياه الان. Why did they cut trees down? لماذا يقطعون الأشجار? Why did they cut trees now? Who are they in the song? مين هم اللي في السونج طبعا اللي اتكلمنا عليهم. دي الانسر الإجابات لكل ايه لكل سؤال قدامنا. اوكي يبقى نمبر 1 قلنا what happened to the parrot. دي الإجابة. They put the parrot in a cage. طبعا وضعوا البارت في كيج في قفص عشان يحموه. And they made it talk. قالوا يتحدث طبعا كايه كاستفادة من البارت. طبعا ده مش مكانه الطبيعي. They cut its wings طبعا قصوا الأجنحة عشان ما يطيرش. and made it walk خلاص بيمشي فقط. is the water in the river clean هل الماء في الريفر كلين. طبعا no it's no longer clean لم تعد نظيفة. do fish live in the water now هل الأسماك تعيش في الماء الآن. طبعا no they don't. why did they cut the trees down لماذا يقطعون الأشجار. they cut the trees to have land for ranches عشان يحصلوا على land أرض for ranches. ranches يعني إيه يعملوا منها مزارع. ranches farms. طيب who are they in the song مين هم اللي في السونج نتكلم عنهم. طبعا they are people who don't الناس اللي هي don't care about لا يهتموا or harm أو يؤذوا الإيه the environment البيئة. ننتقل للجزئية اللي بعديها. طبعا هنا بقول لي what do you understand by the following write your answers. طبعا الأسئلة والإجابة قدامنا نقلها. ننتقل للجزئية اللي بعديها عشان الوقت. discuss ways that people can improve the situations mentioned in the song. الناس ممكن ان هي تحسن الايه ways طرق اللي من خلالها الناس can improve يحسنوا situations المواقف mentioned اللي ذكرت فين في الأغنية. how can people clean up pollution. How can people clean up? ازاي الناس تقدر ان هي clean up تزيل ال pollution التلوث. طبعا people shouldn't throw rubbish in water. اولا المفروض الناس ما ترميش الرابش القمامة في الواتر or cut the trees. طبعا ال authorities السلطات المفروض تدخل. The authorities should put rules يجب ان تضع قوانين. rules يعني قوانين prevent people تمنع الناس وتحرمهم from polluting their water من تلويث الواتر. السؤال الثاني. How can people prevent forests from being cut down? How can people ازاي يقدر الناس انها prevent تمنع الفورستس الغابات from being cut down من الايه من القطع. طبعا people shouldn't cut down trees for their need. وبكده بنكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم. نتمنى نكون استمتعنا بالفيديو والشرح ونحل الإجابات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.